هذا واحد من الجيل التالي، خالد كريري، مواليد 2000 ميلادي. منه صغير كان يحب يساهم في رعاية المحتاجين ومساعدة الناس، أخصائي اجتماعي وشغوف بالإخراج والمونتاج وابتكار الأفكار السينمائية. تدرب في جمعية شراكة للمعاقين وفي مركز التأهيل الشامل، وفي عام 2019 أشتغل كمحاسب في أسواق العتيم لمدة 3 سنوات، وبعد جد واجتهاد منه صار مشرف فرع. خالد طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخصص خدمة اجتماعية، ومن أهم مهاراته الإبداع وإخراج الأفلام والذكاء الاجتماعي. وما شاء الله الحين هو على وشك التخرج من الجامعة، وبالمستقبل يطمح خالد إنه يشتغل في الإخراج ويكون له شركة متخصصة بالإنتاج، وهو قدها. إذا تعرف أحد مبدع من الجيل التالي تواصل معنا على هالبريد. نشوفكم في الفيديو الجاي.